بسم الله الرحمن الرحيم. شهادة 18% الذي يصرف عليها سنويا من بنك مصر، هنعرف في خلال دقيقة أو دقيقة ونص إزاي بأسهل طريقة تفتح شهادة 18% وتقدم فيها مبلغك عن طريق الصراف الآلي. ده كل اللي بتعمله، وبتحط الفيزا في الصراف الآلي زي ما نشوف، وبتتبع الخطوات، بتدخل رقم السر بتاعك وبتتبع الخطوات، بتختار نوع الشهادة اللي بيديك الاوبشن، عاوز الشهادة نوع الشهادة كذا، انت بتختار شهادة طلعت حرب، وبتأكد بتحط المبلغ اللي انت عايزه يكون 1000 جنيه ومضاعفاته زي ما نشوف بالتفصيل دلوقتي. ودي اعلى قيمة شهادة بيطرحها بنك مصر والبنك الاهلي. لا تنسوا من الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد في عالم المال والأموال والعلوم والتكنولوجيا. وأهلا بيكم، هنعرف الخطوات خطوة خطوة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ إن شاء الله. إزاي تشتري شهادة ادخارية عن طريق ماكينة الصراف الآلي؟ دخل بطاقتك واختر لغة التعامل، دخل رقمك السري المكون من 4 أرقام، وهيظهر لك شاشة فيها فئات السحب، اختار أخرى، وبعدين هيظهر لك شاشة فيها مجموعة اختيارات، اختار خدمات أخرى، وهيظهر لك شاشة فيها مجموعة اختيارات إضافية، اختار إصدار شهادات. اقرأ رسالة الشروط والأحكام الخاصة بشراء الشهادات الادخارية عبر ماكينة الصراف الآلي. للاستمرار دوس وافق، اختار الشهادة اللي تناسبك، دخل قيمة الشهادة اللي تناسبك بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها، دوس تأكيد، أكد بيانات عملية شراء الشهادة اللي انت اخترتها ودوس تأكيد، وبكده تبقى اشتريت الشهادة اللي نفسك فيها بكل سهولة وأمان. أكتر من 4000 ماكينة صراف آلي في خدمتك، منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. شكراً لاستخدامك خدماتنا البنكية. بنك مصر.